لا يمكن أيضا أن نبحث عن خريطة جديدة للمستقبل، وهذه الخريطة لا يكون الشباب جزء منها، لا ولا يكون يكون الجيل الجديد هذا، يعني وإحنا مصر يعني أكتر من نصف سكانها من كيف الشباب. يمكن أن تجذبي الشباب إلا عن طريق نموذج؟ أنت إزاي ممكن تشدي شباب جديد للعمل السياسي؟ أن تقنعي أن يقتنع الناس وأن يكون ظاهرا أمامهم أن ما تقوليه ممكن أن ينتج أثرا. لكن إذا الناس كلها حست أنك والله قولي اللي أنت عايز تقوليه وإحنا هنعمل اللي عاوزين نعمله، هذه قسمة ظالمة جدا، لأنها تؤدي بالإحباط خصوصا للشباب. يعني أنت ما أي شباب، شباب عاوز إيه؟ شباب عاوز يقول كلمة ويشعر أنها أثرت في مجتمعه وأنها أثرت على حياته. لكن إذا قلت له قول قول اللي أنت عايز تقوله وسبتيه يقول من هنا لبكرة الصبح وبعد ما فيش أثر له، ما هو في النهاية ييأس، وبعدين إما أن يتحول إلى سلبي كامل يائس، وإما أن يتحول إلى مع الأسف الشديد إلى إرهابي. فأنت يعني لا، اللي عايز أقوله حاجة واحد، أنه لابد أن تكون استجابات واضحة للمطالب العادلة.